السلام عليكم. هذا موقع البلاك بورد، نظام إدارة التعلم تابع جامعة الملك سعود. هذا الموقع ميزته أنه يتيح تواصل الطلاب مع بعضهم البعض وأساتذتهم، ويسهل عملية التواصل بالإيميلات بشكل أسهل. هذه واجهة الموقع زي ما أنتم شايفين، في اسم المستخدم وكلمة المرور. اسم المستخدم اللي هو رقم الطالب الجامعي والباسورد حقه، بعدين نسوي تسجيل دخول. وهذه الصفحة الرئيسية زي ما أنتم شايفين، وراح يكون على جنب في التقديرات الخاصة بي، ولما أفتحها راح يكون في العلامات الخاصة فيني بالمواد اللي أدرسها حالياً. ومن خصائص التقديرات الخاصة بي في الميزة الحلوة التقويم، بحيث أنه أسجل كل اختبار ويكون مكتوب زي مثلا من كم درجة عليه، ويذكرني فيه شخصيا. وفي بعد ارسال الرسالة، ارسل رسالة للاشخاص اللي معاي بالكلاس، يصير كل واحدة تحط ايميلها بحيث انه يسهل عملية التواصل. اضغط على الاسم حق الشخص اللي انا ابغى اتواصل معاه واحط ارسال رسالة. ولما أرجع للصفحة الرئيسية يطلع لي المقررات الدراسة الحالية، ويكتب لي المقررات اللي داخلة معي في السمستر اللي أنا أدرس فيه. تالياً عندنا التخزين السحابي. فكرة التخزين السحابي نفس نظام الدروب بوكس، أحمل فيه الأشياء المهمة اللي أحتاجها طوال السمستر، بحيث إنه يسهل علي عملية تحميل كل شيء عندي، يكون متواجد عندي بالبلاك بورد. بعدين أروح على المكتبة الرقمية. المكتبة الرقمية هي أكبر تجمع عالمي، موجود فيها كل الكتب تقريبا لأي طالب جامعي يحتاجها. الزين في المكتبة الرقمية إن إذا أي طالبة عندها رسالة جامعية ولا بحث جامعي أو تحتاج كتب ترجع لها، تدخل المكتبة الرقمية ويكون كل شيء مقسم ومنظم. مثلا إذا احتاجت مثلا فيلد زراعي ولا فيلد طبي، تروح بس وتضغط على التصنيفات الموضوعية وتلاقي كل شيء جاهز. وزي ما شرحت عن المكتبة الرقمية، راح ألقى كل شيء متوفر لي هنا، من قواعد معلومات عربية وأجنبية وكتب إلكترونية ورسائل جامعية والتصنيف الموضوعي. وطبعا هذه المكتبة تدعم لغتين، العربية والإنجليزية. وأخيرا عندنا الدعم الفني المباشر، إذا صارت أي مشكلة واجهتني وأنا قاعد على الموقع، أضغط دبل كليك على الدعم الفني، راح أتواصل معهم مباشرة وراح يحلون لي مشكلتي. وأخيرا طبعا البرنامج هذا ميزته أنه يسهل التواصل بين الطلاب والأساتذة، وأتمنى أن كل الطلاب والأساتذة يبدون يفعلون الموقع هذا ونصير نستخدمه عشان نتواصل مع بعض بطريقة سهلة. وشكرا.